السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا الصالو اس في تي. رجعنا لكم فيديو اخر. اخر نصيحة قبل اجتياز امتحانات البكالوريا 2024، بزاف التلاميذ طلبونا، يعني المشاهدين والمشاهدات طلبونا على البوليسيون، فركزوا معايا مزيان، ما نطولش عليكم فتبعوا الفيديو حتى الاخر. غادي نوريكم التكنيك باش تتعاملوا مع ليكزامان، مع التمرين ديال البوليسيون كيفاش غتعاملوا معاه. تبع معايا. اول حاجه هاد الخريطه هادي، هاد الشمال هادي غتركبها في دماغك، تبع معايا مزيان. هذا الشابيتر 1، هاد الشمال هادي فيها غير الشابيتر 1، بعدا باش نتفاهموا عاد غندوزو الشابيتر 2. ساهل، جدول ساهل بسيط، غتبع معايا. الوغ اولا في لا جيستيون دي زوردير ميناجور، تدبير النفايات المنزليه. هاد لا جيستيون سا بو اتر ايراسيونيل او لا راسيونيل، يعني تقدر تكون عقلانيه ولا غير عقلانيه. غير عقلانيه يعني شنو؟ يعني كنشدو داكشي كندفنوه، كيف ما كيديروا في المغرب كامل، كندفنوا داكشي. فين كندفنوه؟ في ان ديشارج، وبالتالي هذاك الديشارج كيكون نون كونترول. الا كان نون كونترولي يعني تقدر وقع فيه حريقه، كتوقع فيه ليفابوغاسيون، التبخر ديال هذيك المواد السامه، كتوقع فيه لا فيرمونطاسيون، لا فيلتراسيون، لانفيلتراسيون دون لو سول، يعني التسرب ديال الميه. وبالتالي غيعطيني ثلاثه الانواع ديال لي ديشي او ثلاثه الانواع ديال المشاكل. المشكل الاول كيتعلق بلي ديشي سوليد، والمشكل الثاني كيتعلق بلي لي غاز توكسيك اللي كيطلعوا للاتموسفير كيلولوا تنين الهواء. لي ديشي سوليد غيلوتوا لنا التربه، وليكسيفيا غيتسرب وغيلوت لنا التربه وغيلوت لنا حتى الفرشه المائيه. شنو هاد ليكسيفيا؟ سيتين ماتيير اورغانيك او بيان سي تان جو، جو دونك لو جو هو العصير. C'est un jus de déchets riche en matière organique, en bactéries, en micro-organismes, etc. Donc, ces trois ont des effets qui seront négatifs. Ils ont un impact négatif à la santé, à l'économie ou à l'environnement. L'autre côté, à part ce qui est dans la gestion rationnelle, في الدول المتقدمه كيديروا لو ترياج، في الدول السائره في طور النمو كيديروا لونفويسمون بحالهم بحال الدول المتاخره، غير هو هذيك لونفويسمون كتكون في ان ديشارج ولكن كي كونترولي، يعني ما غيكونش فيه هادشي كامل اللي ذكرنا هنايا بالنسبه لا جيستيون ايراسيونيل. وبالتالي كاين مشكل هنا هو لونفويسمون في الديشارج كونترولي كيكون عنده ديزامباكت بوزيتيف اي نيجاتيف. بالنسبه للدول المتقدمه كدير له ترياج، الترياج يعني العزل. علاش غنعزلو؟ الزيج بوحدو، لا ماتيير اورغانيك بوحدها، الكارطون بوحدو الى اخره. علاش؟ دون لو بيت دو دوني ان فالور، غنعطيو واحد القيمه اللي دي الشيء، غنعطيوهم قيمه. الوغ فاش كنبغيو نعطيوهم قيمه اون فوا لي سيباري، دونك هذا هو لو ترياج. اون ماتيير اورغانيك فيرمونتيسيبل، يعني قادره انها دير التخمر، و اون ماتيير اورغانيك نون فيرمونتيسيبل، يعني ما قادرش انه يدير التخمر، بحال اش؟ بحال البلاستيك، بحال الزاج، بحال الى اخره. اذا الا كانت لا ماتيير اورغانيك نون فيرمونتيسيبل ما تقدرش دير التخمر، عندنا جوج الحوايج، يا اما الغوسيكلاج او لا الريوتيليزاسيون، يعني الاعاده الاستعمال. وبالتالي في هذه الحالات بجوج، سواء درنا الغوسيكلاج او الريوتيليزاسيون، ف كيكون عندنا اولا كنقدروا ننتجوا ان نوفو برودوي اندستريال، دونك هادشي غيكون عنده امباكت بوزيتيف، ما غادي نستهلكوا موارد طبيعيه اكبر. الا كان لا ماتيير اورغانيك فيرمونتيسيبل، يعني قادره انها تفيرمونتيسيب او دير لا فيرمونتاسيون، فكاينين ثلاثه الحوايج. اولا يا اما نديرو لو كومبوستاج. شنو هو الكومبوستاج؟ هو البرودكسيون ديال الفيرتيليزون اورغانيك، المخصبات العضويه بحال لي زونغري، بحال لي زونغري عفوا، الاسمده اللي غادي تعاوننا باش نوغمونتيو الغوندمون. دونك هنا كتوقع لا ديكومبوزيسيون اون كونديسيون ايغوبي، عقلوا على هاد ايغوبي، هادي هي اللي دير في راسك. الكومبوستاج سي لا ديكومبوزيسيون اون كونديسيون ايغوبي دو لا ماتيير اورغانيك اون بريزونس دو ميكرو اورغانيزم دون لو بيت دو كوا دو برودوير لو فيرتيليزون اورغانيك او بيان سو كون لابيل لو كومبوست. اذا بالتالي غيكون عندنا واحد لامباكت بوزيتيف. كتقدر تكون لا ماتيير اورغانيك فيرمونتيسيبل، وكنقدروا نديروا ليها
لا ديغراداسيون، ولكن ماشي في يعني في اون كونديسيون ايروبي، مي اون كونديسيون انايروبي، وبالتالي كيكون لوبجيكتيف هو نتجول سكون نابل الميثان او لي بيوغاز او لي غاز دوريجين بيولوجيك، وكتسمى كذلك هذه العمليه لا ميثانيزاسيون. لا ميثانيزاسيون هنا كتكون عندنا ان برودكسيون دو لينيرجي، لينيرجي اللي نقدروا نسميوها هنا انرجي غازو، بارفوا كتكون فيرمونتي سيبل، ولكن ما نقدروش نديروا ليها لا الكومبوستاج ولا الميثانيزاسيون، بالتالي كندوزوا لعمليه الحرق. عفوا، هذه العمليه الحرق كتنتج لنا لينيرجي تيرميك والانرجي الكتريك. اذا هذا بخلاصه وبسرعه وبايجاز الملخص ديال الشابتر 1 ديال هذه الخطط تاع الدماغ. اجي دابا نتوسعوا شويه. لي ديشي سون لي ريزيدي دي زاكتيفيتي، هاد النفايات هو البقايا ديال النشاط اليومي، لا في المنزل ولا في الاوتيل ولا في الريستوران ولا يعني كاع الاكتيفيتي اللي تيديرها الانسان. لي ديشي اوغمونت، هاد لي ديشي كيتزادوا مع شنو؟ مع لوغمونطاسيون دو لا كرواسونس ديموغرافيك، مع ارتفاع النمو الديموغرافي، وبالتالي الى ارتفع النمو الديموغرافي راه اوتوماتيكمون كيرتفعوا لي بوزوان، الحاجيات ديال الناس، دونك اوغمونطاسيون دو لا كونسوماسيون، وبالتالي الى اوغمونطات الكونسوماسيون ف يقدر يكون النمو الديموغرافي مثلا مستقر في بعض البلدان، وتقدر ما تكونش ان اوغمونطاسيون ديال الكونسوماسيون، ولكن يقدر يكون الناس العدد ديالهم قبيل القليل، مي لو مود دو في، الطريقه كيفاش كيعيشوا هي طريقه يعني راقيه، فيها استهلاك الماء، فيها استهلاك الهواء، فيها استهلاك الوقود الى اخره، وبالتالي هذه الاشياء كلها ستؤثر على البيئه. الوغ كيفاش شنو هما لي موان باش نديرو ليليميناسيون ديال لي ديشي؟ كيف ما سبق وقلنا، يا اما كنجمعو هادوك لي ديشي الكوليكت، اولا كنديرو لو ترياج، وهاد الترياج كيقدر يكون في الدار شي لو سوا، اولا في لوزين اولا في المصنع. الناس ديال لوزين يتريو، الناس ديال المصانع يتريو لي ديشي ديالهم، في الدار نتريو حنا لي ديشي ديالنا، في الريستورات نتريو لي ديشي. كاين كذلك لو تري اندستريال، وفاش كنديرو التري اندستريال كذلك نقدرو نجيو للغوسيكلاج اولا للغيوتيليزاسيون، بالتالي كنعطيو اون فالور، دونك تكنيك دو تريتمون اي دو فالوريزاسيون دي ديشي ميناجيغ اورغانيك. كيفاش نعطيو لهادو قيمة؟ قلنا يا اما الكومبوستاج ولا الميتانيزاسيون ولا لانسينيغاسيون ولا لونفويسمون. الوغ عفوا، ديغراداسيون دي ديشي اورغانيك اليد دي ميكرو اورغانيزم، كنشدو المادة العضوية كنحطوها مع واحد البكتيريات دون زان ميليو ايغوبي بوجود الاودو يعني معرض للهواء، بور برودويغ لو كومبوست اتيليزي. عفوا ناخد واحد الشريبة ونكمل. الوغ نعاودو، يا اما قلنا يا اما الكومبوستاج، وهاد الكومبوستاج قلنا كتكون فيه لا ديغراداسيون دي ديشي اورغانيك اليد دي ميكرو اورغانيزم، كنتجو ليه الكومبوست، وهذا الكومبوست راه هو لو فيرتيليزون اورغانيك. بحالاش؟ شنو هو هاد لي فيرتيليزون اورغانيك؟ مخصبات العضويه بحال لي زونغري. بالنسبه لبعض الاحيان كنقدروا نديروا هاد نفس هاد العمليه ديال الكومبوستاج، غير هي اون كونديسيون انايروبي يعني اون ابسونس دو دو، ولا كنا اون ابسونس دو دو ما كنتجوش الفيرتيليزون اورغانيك، ولكن كنتجو سكون نابيل لو ميثان او بيان لي بيوغاز. لانسينيغاسيون هي حتى فاش كتكون لا ماتيير فيرمونتيسيبل، ولكن سيت ان كومبيستيون ماشي ديغراداسيون، هادي سيت ان الى بغينا نقولوا طريقه اخرى باش نديروا لا ديغراداسيون او بيان لا فالوريزاسيون دي ديشي. كيكونوا دي ديشي اللي ما غاديش يقدروا يعطيونا الفيرتيليزون اورغانيك او ما غاديش يقدروا يعطيونا لو ميثان لي بيوغاز، كيقدروا فقط يعطيونا لينيرجي الكتريك، لينيكتريسيتي. كيفاش كنديروا؟ دونك كنشدوا هذيك لا ماتيير اورغانيك، كنديروها دون زان فوغ فواحد الفران ما بين 800 و 1000 دوغري سيليسيوس، كتحرق كتعطينا لينيرجي، هادشي اللي كاين. ولونفويسمون راه قلناها اونتيغي، عقل على هاد لومو اونتيغي، راه بعض المرات كيقول لك اونتيغي شنا هي، لا ماشي اونتخي، اونتيغي يعني متر سو تيغ، اونتيغي سي متر سو تيغ،
شنو غنديرو او سوتير لي ديشي دون لي فوسي اميناجي بار دي جيو مومبران pour empêcher la pollution du sol de l'exivia donc كنديرو واحد الاغشيه وكنحطو الى اخره باش حتى هذاك لو ليكسيفيا ما يتسربش اليها. اذا هذا الشيء كامل عنده دي زيفي بوزيتيف سيغ لا سونتي. بحالاش دونك لي زيفي سيغ لا سونتي انفيرونمون اي ايكونوميك كونسير اي مالادي. الا ما درناش هذا الشيء ردوا البال, الا ما درناش هذا الشيء هذا دونك شنو هما لي زيفي لي كونسير لي مالادي نيرفوز ايميونيتير اي ريسبيراتوار التلوث ديال لو ولو سول ولير. وبالتالي كتكون يعني باش نعالجوا هاد الامراض وهاد التلوث ديال الهواء خصنا غادي نخلصوا بزاف, يعني غادي يموتوا لنا الناس, غادي خصنا بزاف. الو باش نقاوموا هاد الشيء وباش ما نحتاجوش بزاف ديال الفلوس باش نعالجوا الامراض وباش ننقيوا الهواء الى اخره, تيخصنا نديروا هاد لي جيست سامبل اللي هما لا ميتانيزاسيون الكومبوستاج لانسينيغاسيون لانفويسمون الى اخره. هذا بالنسبه للشابتر الاول لخصناه وعاودنا لخصناه, يعني حطيت لكم جوج الملخصات وشرحتهم لكم مزيان تقريبا في هاد 11 دقيقة. دابا شابي تخدو اولا شنو خصك تعرف شابي تخدو شي هاد سي او دو سي او اس او دو ان او 4 سي اش 4 الميتان ان او سي اف سي كلوروفليو كاربون ديوكسين لي ميتيرولوغ لي بيستيسيد لي زونغري شيميك. ما كنهضرش على لي زونغري اورغانيك او لي فيرتيزون اورغانيك, كنهضر على هادو كاملين كيتسموا دي بوليون دي بوليون ملوثات. صافي هاد الملوثات هادو شنو يقدروا يلوثوا ليا؟ الا عقلتوا معايا في هاد لو شيما شنو قلنا؟ قلنا كاين عندنا دي ديشي سوليد ودي غاز والليكسيفيا. لي ديشي سوليد قلنا غادي يلوثوا لينا لو سول, الليكسيفيا غيلوت لينا الفرشه المائيه وغيلوت لينا حتى لو سول, ولي غاز توكسيك غيلوجو لينا لاتموسفير. يعني ثلاثه الانواع ديال التلوثات, التلوث الماء والهواء والتربه. اذا حنا غادي نشوفوا هاد لي بوليون كيفاش غيلوثوا, دونك كيفاش غادي يلوثوا لو سول, كيفاش غادي يلوثوا لو, وكيفاش غادي يلوثوا لينا لاخ. مفهوم؟ غادي نحاولوا نشوفوا حاجه بحاجه. دونك جينيرالمون كاين لا بوليسيون دو لاخ دو لو دو سول. ناخذ هاد جوج ساهلين نحيدوهم هما الاولي. لا بوليسيون دو سول باش غتلوث التربه بلي بيستيسيد بلي زونغري شيميك وبلي بلوي اسيد. الا كان التربه كنستعملو فيها لي زونغري شيميك اولا كنستعملو فيها مبيدات الحشرات مبيدات الحشرات وي اولا كتسقط على هذيك التربه امطار حمضيه. شنو غيوقع؟ اسيديفيكاسيون, يعني غتحماض هذيك التربه دو سول كي اونتخين لا مور دو لا فون. دونك هنا غتموت الكائنات الحيه اللي كاينه في هذيك التربه واسيديفيكاسيون دي زو سوتيغان وغتحماض لينا, يعني غتزاد الحمضيه ديال المياه الجوفيه. هذا هو التلوث ديال التربه. التلوث دابا ديال الماء مزيان كيفاش غيتلوث الماء؟ دونك تولي عندنا تتكون عندنا يعني الماء ما بين الاسباب لي بلوي اسيد لي ديشي سوليد النفايات العضويه وكذلك حتى لي ليكيد لي ديشي اندستريال النفايات الصناعيه لي زاكسيدون نافير فاش كيكون مثلا شي اكسيدون شي سفينه هازه شي مواد بحال ليسانس مازوت بترول الى اخره وكدير شي اكسيدون دونك هادشي غادي ياثر لينا على المياه. لي بيستيسيد لي زونغري شيميك هادو كلهم اسباب كتؤدي لتلوث الماء. شنو النتيجه الى تلوث الماء بهادشي؟ شنو النتيجه؟ اسيديفيكاسيون دي زو دوس دونك هاد المياه العذبه كتحمض يعني كتولي حامضه دو سيرفاس اي دو سيتيران. دونك المياه ماشي غير المياه العذبه او المياه الراكده, المياه كذلك السطحيه والمياه الجوفيه كل هاد المياه كت 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 كترتفع الحموضه ديالها كتوقع لنا الظاهره ديال لوتروفيزاسيون واللي كنا ديجا شرحناها هي لا بروليفيراسيون اكسيسيف ديال لي زونغ. اذا بكثره ما كيستعملوا الناس المبيدات الحشرات ولي زونغري فهنا المياه كتولي غنيه
بالازوت والفوسفور. هاد الازوت والفوسفور هما مواد غذائيه دي زيليمون نوتريتيف اسونسييل بوغ لي زالغ، الشيء اللي كيخلي لي زالغ يديروا واحد التكاثر، وهذاك التكاثر ديال لي زالغ كيشكل لنا واحد لو طابي، ها طابي فيجيتال، واحد الغطاء نباتي. هذاك الغطاء النباتي كيمنع الوصول ديال اشعه الشمس، وبالتالي يعني النباتات اللي كاينه في الماء ما غاديش يديروا لا فوتوسينتيز، ما غاديش ينتجوا الاو 2، ما غيستهلكوش السي او 2، دونك كتنقص الاو 2. الكائنات الحيه اسماك الى اخره اللي محتاجه الاو 2 غادي تموت، علاش؟ حيت ما بقاش اودو انسي دو سويت. اذا هنايا هذيك نهضروا على لوتروفيزاسيون. بالنسبه لا بوليسيون دو لاف، وهي اللي فيها بزاف الهضره، وخصوصا في بزاف ديال في ثلاثه ديال الظواهر الاساسيه، افي دو سيغ احتباس حراري، لا ديستريكسيون دو ترو دوزون دونك الثقب ديال الاوزون، او لي بلوي اسيد. الوغ كنا لا بوليسيون دو لاف فيها ثلاثه الحوايج، افي دو سيغ، ديستريكسيون دو لا كوش دوزون، و لي بلوي اسيد. هاد الشيء راه فايتين شارحينو بزاف د المرات. هنا لي غاز ا افي دو سيغ اللي هما سي او 2 سي اش 4 والار او سي اف سي، ناتجين على الاكتيفيتي اندستريال في مي دي فواتور لي زوزين الى اخره. هادشي كامل غيؤدي لايش افي دو سيغ، احتباس حراري، واحد الظاهره طبيعيه، ولكن مي لي غاز ا افي دو سيغ اوغمونت. فاش كيتزادوا يعني كيما يقولوا الشيء اذا زاد عن حد انقلب الى الضد، كيتزادوا لي غاز ا افي دو سيغ، تتولي الظاهره ما كتبقاش ناتوريل، ولكن كتولي شي حاجه اللي ماشي مزيانه، الشيء اللي غادي يحبس لنا اشعه الشمس، وغترتفع لا طومبيراتور ديال الارض، وغادي يوقع واحد مجموعه من الاحداث اللي هي ماشي مزيانه. لا ديستريكسيون ديال لا كوش دوزون، الكلوريغ اللي كيجينا من لو سي اف سي، هاد لو سي اف سي هو الكلوروفليورو كاربون. هاد الكلوريغ سو رياجي افيك لوزون سولون لا رياكسيون سويفونت. الكلوريغ هو السي ال، كيمشي عند الاوزون اللي هو الاو 3 كيحيد منه واحد الاو، وكيولي هاد الكلوريغ كيولي السي ال او، مفهوم؟ مع الاو 2، هذاك الاوزون يعني الاو 3 ولا او 2، علاش؟ حيت تبقى او وهذوك الاو مشارته الى اخره. لو كلوريغ سو ريكونستروي سولون لا رياكسيون سويفون، يعني كيعاود هذاك الكلوريغ كيعاود عاوتاني يفكك من الاو 3، ياك كيفكك من الاو 3 كيحيد واحد، وكيرجع عاوتاني عند اوترو 3 واحد اخر يحيد منه واحد، وكيرجع وكيجبد وكيرجع هذوك الجوج لواحد او اللي حيد كل او 3 كيربطهم بيناتهم كيولي او 2، يعني كيفكك هذوك الاو 2 وكيرجعوا كيفكك الاو 3 وكيرجعوا او 2. هذا الشيء غيؤدي لايش؟ ان كوش دونك لوزون ان كوش كي فيلتر لي غايون الترافيولي، كتصفي لنا الاشعه الفوق البنفسجيه. الوغ لا ديستريكسيون دو سيت كوش، يعني الا تفككات هاد لا كوش، هذيك لي غايون الترافيولي غيبقاو يوصلوا لعندنا، والا بقاو يوصلوا لعندنا دونك غادي نشرفوا بالزربه فيسمون بريماتوري، يعني غادي نشرفوا قبل الوقت كيف ما تنقولوا. وكذلك كيكون وقع لنا لو كونسير ليستر ديال الجلد، اي لو غوشوفمون كذلك ديال لا تيغ. لي بلوي اسيد تو سامبلومون، هذوك لي غاز ا افي دو سيغ اللي كيتمو طالعين، او داك لي غاز بوليون اللي تيتمو طالعين، كيتفاعلوا مع القطرات ديال الامطار، وبالتالي هذيك القطرات كتوصل، فاش كتوصل كتكون يعني زايده فيها الحموضه. علاش؟ لانها تفاعلت مع يعني مثلا بحال هنايا اس او 2 زائد اش 2 او، الاش 2 هو قطره الماء جايه هابطه، غتلاقى مع اس او 2 غتولي اش اس او 3، مفهوم؟ اذا هنا كتولي ماء، ولكن ما هو حامضي. نفس الشيء بالنسبه للاودي الى اخره. دونك انتبهوا معايا، الله يخليكم. بالنسبه ليكزام ديال الاس في تي ديال لا بوليسيون، هذا ليكزام هذا راه كيف يعني كاين واحد التلميذ في لي كومونتير قال لك اودي راه البوليسيون راه فيها الغفله، بنادم يرد البال ما تضيعوهاش. انا دابا دخلت عشوائيا، غادي نمشي هنايا غادي ناخذ واحد البي دي اف اللي عندي عشوائيا غنفتحو، وغادي نشد لكم شي اكزام. مثلا احنا شدينا هذا، شوف معايا هذا مزيان الله يخليك، نحاول ندير افيشاج اون بلان ايكرون الى خلاني. لا مشى الوغ افيشاج، يلا شي واحد يقول لنا شنو غنديرو افيشاج. بغينا يبان لينا اون بلان ايكرون، لا
انا ما خدمش هادشي، سا مارش با. معليش، المهم هكا تنعتقد انه كيبان لكم هذا ليكزام ديال الدوره العاديه 2018. قال لك اسيدي دون لا ريجيون دو توريت زايو لا فلوف، خدينا حنا امتحان عشوائيا، بغيت نوريكم انا غير القوالب ديالو. واهم حاجه راه ما كاينش دونك مالوغوزمون هاد الامتحان فيه هذاك لو دي بي او 5، وهذاك لو دي بي او 5 يعني ما كاينش هاد العام هذا، غادي نفوتو. واخا شوفوا معايا هذا، هنا راه الراتراباج ديال 2000 ديال 2018. هنا قال لك واحد المنطقه الى اخره، خدينا لا كيستيون دي زوردر ميناجر، قال لك اي كوتيديان اي توش دي انديفيدي طونك سور لو بلان بروفيسيونيل كو فاميليال كار ال نوسيس دو كرواتر. يعني قال لك النفايات كتزاد بزاف وكتقيس الانسان في المسار العائلي ديالو والمهني ديالو، وكتزاد في لاكاليتي اي اون نوسيفيتي، كتزاد في الجوده وفي في 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 السموم ديالها، دون لو بيت دو كونيتخ لامباكت الى اخره او ماروك، ونقارنوه مع دوطخ بيي. لو دوكيمون ان شنو عندنا بورسونتاج دو كيلكو كومبوزون دي زوردر ميناجور او ماروك ولا دوغي دو في. مثلا في المغرب البلاستيك عندنا من 1966 1960 كان 0.3%، 1999 ولا 3% يعني تضرب في 10، 2004 2013 الى اخره، وهذا البلاستيك كيبقى قال لك في 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 يعني في الاخر في الارض 450 سنه. لي ميتالوغ لي بابي الى اخره. السؤال لا نقطه ونص دابا هذا السؤال عاب وحدك، نقطه ونص راه فابور. ابارتيغ دو دوكيمون ان ديكريفي ليفوليسيون دو شاك كومبوزون. هذا السؤال هذا راه ما عندوش علاقه ب هاد ديكريفي، ما عندوش علاقه بحافظ ولا ما حافظش ولا، واخا تكون معمرك قريتي ديكريفي اخويا ليا هاد شنو غاديكريفي فيه. غاتقول لنا لا ماتيير اورغانيك. شوف 75 70 65 شنو غادي نقول انا نخدم ذكي وندير فيها سطر واحد. دوبوي 1960 جيسكو 2004 لا ماتيير اورغانيك دون لي زوردور ميناجير ديميني دو 75 ا 65%. مي دو 2004 ا 2013 اوغمونت دو 65 ا 70% على العريضة الاولى. لو بلاستيك شنو غادي نقول؟ لاحظ معايا 0.3 3 3 3 9 10. اذا دوبوي 1960 جيسكو 2013 le pourcentage de plastique dans les ordures ménagères a augmenté de 0,3% jusqu'à 10%. Les métallurgues, que nous savons, il y a écrit 4 الفواصل 4 العوارض كل عارضة على 0,25 وعاد نمشي غتبقى لي 0,25. وي دونك انا حطيت النقطة ديالي، غيبقى لي هنايا خاصني نبين بمونتخي بوركوا إل بريزونت أن ريسك pour l'environnement. قلنا بقات لنا 0.05، قال لك مونتري بوركوا il présente un risque. راه السؤال قال لك à partir de document، واخا ما تكونش قاري انت لا بوليسيون، فهمتي؟ à partir de document قرا لنا شويه، افهم لنا شويه شويه د الفرنسي، الا عندك فرنسي والله تتجاوب، ماشي بالضروره كاع شي فرنسي، راه حيت كلشي غتجيبو من هنايا. Pourquoi il présente un risque pour l'environnement? علاش كيشكل خطر على البيئة؟ علاش؟ تو سامبلومون لأنه أجي غنشوف هنايا، أنا استعملت هادو في لا ديسكريبسيون، مازال هاد لابارتي ما استعملتهاش، غنقلب غادي نقول بأنه il présente un risque pour l'environnement car la durée de décomposition ديالاش ديال لي ديشي au lieu de les ordures ménagères, car donc la durée de décomposition dans la nature est un peu longue ou bien est très longue. Par exemple le plastique 450 années ou bien ans, les métaux 200 à 500 ans. بنفس الطريقة وخدم عقلك. عاوتاني عاطينك نقطة أخرى، أون سو باز أون سيغ لو دوكيمون دو كومباري لو طو دو ماتيغ غتقارن أشنو لو طو دو ماتيغ أورغانيك إي لوميديتي
وغنتبه هنا ما تكونش عاوتاني مجلس، راه ما غتمشيش تقارن لا ماتيير اورغانيك مع ليميديتي، الا غادي تقارن لو طو دو ماتيير اورغانيك وغادي تقارن لو طو دي ميديتي دي زوردر دون لي تخوا بي. ما نقارنش شي حاجه ما كتقارنش، ليميديتي ماشي هي، اذا غنقارن ليميديتي عند المغرب وفرنسا و لي زيتازوني، وغنقارن لا ماتيير اورغانيك في المغرب وفرنسا في المغرب وفرنسا الى اخره. اذا اشنو يقول لك يديد ويزيدو كاركتيرستيك دي زوردر ميلاج. سهله هنا شنو غادي نقول؟ او ماروك لو بورسنتاج دو ماتيير اورغانيك دون لي زوردر ميلاج اي دو 18% 80%، alors qu'il est en France de 35% et en état en États-Unis moins de 20%. Vous n'imaginez l'humidité. L'humidité chez nous, alors chez nous, on dit que c'est le pourcentage de l'eau de l'air. Donc là, on a fini à chez nous. L'humidité au Maroc est de 60%, alors qu'elle est en France est seulement 30%. ainsi que en États-Unis c'est 30 ou 28%. انا درت درت المقارنه دونك اولا نقول لا بغيت نبين بان مقارنه بصح ليميديتي نقدر نجمعهم كامل نقول لا ماتيير اورغانيك دون لي ديشي او ماروك اي تري امبورطون بارابور ا لا ماتيير اورغانيك dans les ordures ménagères en France et en États-Unis. Vous, l'humidité dans les déchets des ordures ménagères au Maroc est très importante par rapport à celle au niveau de France et au niveau des États-Unis. Alors, déduisez deux caractéristiques des ordures ménagères au Maroc. Juste le chassa SDN, les ordures ménagères au Maroc. Il contient les ordures ménagères au Maroc, il contient une forte matière organique ou fihom bzaf de la matière organique مقارنه مع فرنسا ومع لي زازوني، وفيهم بزاف ديال ليميديتي مقارنه مع فرنسا ولي زازوني، هما جوج خصائص. دونك فوتر فوالا دونك d'après votre réponse à la question 2 et vos connaissances proposez des techniques adéquates pour valoriser les ordures ménagères. شنو هما لي تكنيك اللي غيعاونوني باش هذوك هما لي تكنيك هما اللي قرينا هنايا هذوك لي تكنيك هما اللي دونك شنو هما لي تكنيك اللي غنقدر ندير بهم؟ قال لك بروبوزي دي تكنيك اللي غادي نقدر ندير بهم لا فالوريزاسيون ديال لي ديشي ميناجير. حنا قرينا باش ندير لا فالوريزاسيون يا اما الكومبوستاج او لا الميتانيزاسيون. في هذه الحاله عندي لا ماتيير اورغانيك لي فيرمونتيسيبل، اذا يا اما الكومبوستاج يا اما الميتانيزاسيون. دونك هاد لابارتي ما غاديش نهضر لكم عليها بزاف، علاش؟ لان عندها علاقه بلا كاليتي دو، ولا كاليتي دو ما عندكمش في هاد العام هذا، راه نفس لي زيكزامي الاخرين راه نفس الطريقه، راه تقريبا دابا هذا على 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 نقطة ونص جوج ونص ثلاثة، هاد ثلاثة النقاط راه فابور، ثلاثة النقاط فابور. وكون كانت هاد لابارتي عندكم غنوريكم بأنه راه حتى هي فيها بزاف د الحوايج اللي ما كيحتاجوش شي علم كبير ولا. دونك الله يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.